من هم الشفلة؟ أكو رأي والله جدير بالاحترام، يقول الشفلة الذين يأكلون الدنيا بالدين، هذا اللي يجعل دين دكان يصطاد به الدنيا، هذا هو الشفلة. اللي يجي إلى أغلى نزعة يحولها إلى أرخص نوع من الممارسة. الواقع الدين أشمى نزعة أو أشمى شيء أعطاه الله عز وجل للإنسان، لأنه المقرب إلى الله الحامل على الاستقامة. أن يجي الإنسان يأكل الدنيا بالدين، هذا بريء من الله عز وجل.